بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تشكرك على الحضور، وتنبغي نشكروا من خلالك المنبر ديال اس في جود اللي دائما حاضر في التظاهرات لا الرياضيه ولا الفنيه ولا الثقافيه في هذه المدينه العزيزه. الحمد لله، عوده الروح الى نادي شبيبه الرياضيه السحيميه ولا ملعب ستانوانبير بعد غياب دام لسنتين بسبب الفيروس اللاعين. ونتمنى من الله يرفع علينا هذا الوباء ويشفي جميع مرضى المسلمين. هذه الصبيحة كتندرج في إطار الأنشطة اللي كتقوم بها الشبيبة الرياضية السحيمية. احنا ارتأينا أننا هاد الوليدات نحاولوا نستقبلوهم، نحاولوا نتهلاو فيهم. صراحة كنبغي نشكر المجلس البلدي والسلطات المحلية، ونشكر كذلك جميع الأطر اللي كتشرف على فريق شبيبة الرياضية السحيمية. وكنوجه شكر خاص للآباء وأولياء هاد الوليدات اللي داروا فينا الثقة، ونتمنى على الله نكونوا عند حسن الثقة ديالهم، وكنقول لهم أن إن شاء الله القادم غيكون أفضل إن شاء الله. وشكرا مرة أخرى على الحضور ديالكم. أولا الشكر موصول لسفيكود على هذه التغطية. اليوم ارتقينا حنا كان كأعضاء المكتب اننا باش نحتفلوا بهذه الذكرى ديال وثيقه المطالبه والاستقلال، وذلك بتنظيم نشاط الفائده مدرسه الشبيبه السحيميه بحكم انا كاتب ديال نادي الشبيبه السحيميه فرع كره القدم. جاتنا الفكره وحاولنا نبلوروها اليوم في هذه الذكرى، وكانت المناسبه بمناسبتين. تخيل بالحال تاع التلامذة عندكم هنا وليدات دابا لحد الان ان شاء الله واصلين ل 130 130 تلميذ في المدرسة، ومازال ان شاء الله كاين اهداف اخرى. توجيه الاباء ديال الجماعة السحيمية انهم يجيو ينخرطوا معنا في نادي الشبيبة السحيمية كرة القدم، وحنا راه دايرين هي تمارين رمزي ماشي شي تمارين، يعني بحكم مدارس اخرين راه دايرين اثمنة، وحنا تمارين رمزي غير باش نشجعوا الرياضة في جماعة السحيمية وصافي، هذا هو المهم. شكرا سي هشام على الاستضافة. اليوم تخليدا للذكرى 78 لمطالبة وثيقة الاستقلال، كما العادة ارتأت مدرسة الشبيبة الرياضية السحيمية أن تنظم هذا المهرجان الكروي. كما كتراو الحمد لله كاين إشعاع ديال الوليدات اليوم، حاولوا يديروا واحد البرنامج كروي. أنا جد سعيد بوجود هاد الأطفال هادو اللي كاينين اليوم. الحمد لله حنا في التنمية الرياضية في المدينة كنحاولوا نعطوا إشعاع للمدينة ونعطوا إشعاع الرياضة. كما كنت واعد بأن غتكون عندنا عدد أكبر عدد ديال الممارسين، ها هو الحمد لله اليوم كاين ما يفوق 200 ممارس، وهذا راجع للمجهودات اللي كيقوموا بها الإخوان ديال المدرسة اللي كيتعبدوا العناء ديال هاد المهنة. الحمد لله كنتمنى من الله سبحانه وتعالى نزيدو نعاودو نديرو شي ان شاء الله شي مهرجان ان شاء الله اخرى يكون باحسن ان شاء الله. معكم عبد الرحمن العبادي اب ديال ياسين العبادي من الفئات العمريه اللي كاينين في الشبيبه السحيميه. وهاد الصبيحه اللي دارت الشبيبه السحيميه اول حاجه مزيانه للوليدات، وحد الان كنشوف بان الناس مؤطرين ديال الشبيبه السحيميه مهتمين بالوليدات وغادين بالوليدات مزيان، وكنتمناو يوم يستمروا في التأطير ديالهم، لان اي فريق حنا غندوي على الكره دابا مباشره، اي فريق ما كيستمر الا بالفئات العمريه، لهذا كنتمناوهم يستمروا معاهم ويزيدوا بهم القدام، لعل وعسى يكون عندنا شي لاعب ولا جوج في المستقبل ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.